كتعرفوا اليوم الملف هو الجلسة كيعرف محاكمة ديال القاصرة اللي تعرضت لهذا الاغتصاب بتاتا من طرف 6 أشخاص واللي تم حكم عليهم في المرحلة الابتدائية بسنة حبس النافذة، والمتهم السادس إلى حد الآن مازال في حالة فرار. اليوم كان حضرنا بمجموعة من المحامون سواء من هيئة أكادير والهيئات الأخرى الضالة بدور الرباط اللي كان أزروا الضحية والوالد ديالها، وكذلك الجمعيات المجتمع المدني سواء على الصعيد المحلي ولا الصعيد الوطني. اليوم الملف بعد التصريح ديال النيابة ديالتنا لاحظنا بأن جميع المتهمين حضروا إلا هذاك اللي في حالة فرار، وصرح الدفاع ديالهم بالنيابه والمهله، وكذلك الدفاعات ديال الضحيه. اليوم الملف تاخر 12/7 اي لاعداد الدفاع والاطلاع على الملف، لذلك بخصوص حيثيات الملف والحكم الصادر الى حد الان مازال ما اطلعنا على الملف باش نعرفوا حيثيات واسباب صدور هذا الحكم في سنه. بعد اطلاع الملف ستكون لنا كلمه، وموعدنا ان شاء الله يوم 12/7 لمناقشه القضيه واعطاء راينا، وكذلك محاربه مثل هذه الجرائم التي فعلا تضر المجتمع ديالنا، وفعلا الجمعيات الحقوقيه والدفاع والقضاء يجب ان يتدخل ليقول كلمته لوقف هذا النزيف الذي يتكرر في كل مره. وكنشكركم. هذا الحكم تلقيناه كجمعيات حقوقيه يعني كصاعقه في الحقيقه، لان الحجم ديال الجريمه لا يساوي هذا، يعني اكبر بكثير من هذا الحكم هذا، لان كنعتبروه ك يعني صراحه حكم جائر في حق الطفله يعني الضحيه، واللي كنتظروا كجمعيات وكنا يعني وكنطالبوا بان مراجعه هاد القوانين، يعني تفعيل القوانين القانون 113 من اجل توفير الحمايه الواجبه للضحايا، كذلك مراجعه هاد الاحكام هذه، مراجعه تعديل القوانين الجائره في حق الطفلات ولا النساء. الحضور ديالنا كان ضمن واحد تشبيك وطني ديال جمعيات حقوقيه اللي حضروا يعني كثافه كيندوا كيطالبوا بان يعني مراجعه هذا الحكم هذا واستدراكه من اجل انصاف هذه الفتاه، يعني الفتاه الضحيه.